والله شوف، احنا عندنا تجربه ويا مجلس النواب سابقا، كل ما يختلفون الجماعه بيناتهم يقعدون رؤساء الكتل بغرفه مظلمه ويبرمجون الامور، يطلعون ثاني يوم كل مجلس النواب يصوت، وكأن اعضاء الكتل السياسيه مرتهنين لاصبع رئيس الكتله، وما عندنا اي نائب متحرر من كتلته. هذا واقع عشناه خلال هاي السنوات. انا اعتقد مثل هاي الجريمه حقيقه، هاي اليوم الجريمه اليوم لها مساس بحياه الانسان العراقي. نعم. يعني لما عندما يتم اليوم مسك مليون حبه لدى شخص، مليون حبه، تخيل مليون حبايه مخدرات، باكر عقبه هم يطلع خاله عمه قرايبه ما ادري منين، وهم مات يعني يروح يخرجه ويقول له روح بيع دن براحتك. اخي هذا قانون، قانون المخدرات قانون عالمي، قانون هسه حتى احنا عندنا قانون، ترى احنا هسه ما شرعنا قانون، عندنا قانون عن النظام القديم. صح. قانون واضح، كل واحد يتاجر ويتعامل ويتعاطى المخدرات يعدم. كان اعدام. لا هسه يطلع برا. هسه ماخذ مؤبد مال بين ليله وضحاها صبح بالسويد، وهسه مصدر لي مرسوم، والله راح اسحب المرسوم. حبيبي هذا ضحك على الدقون، هذا بعد ما تعبر على العراقيين. طيب. لان العراقيين بصراحه مفتحين باللبن. وكل شيء يعرفون وكل شيء يدرون.